لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا وانظر لآيات الجمال. ملائكة الرحمن تنزلت على السيدة العذراء، بشرتها بكلمة من الله اسمه المسيح عيسى بن مريم، فتضمنت البشارة نوعه، وتضمنت اسمه ونسبه وصفته ومكانه من ربه، كما تضمنت معجزة تصاحب مولده ولمحة من مستقبله والموكب الذي ينتسب إليه. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. هكذا بشرت الملائكة مريم بكلمة من الله اسمه المسيح عيسى بن مريم، فتضمنت البشارة نوعه وتضمنت اسمه ونسبه، وظهر من هذا النسب أن مرجعه إلى أمه عيسى ابن مريم. ثم تضمنت البشارة كذلك صفته، تضمنت مكانه من ربه، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، كما تضمنت ظاهرة معجزة تصاحب مولده ويكلم الناس في المهد وكهلا، وتضمنت سمته والموكب الذي يسير فيه ومن الصالحين. فصلى الله على عيسى عليه السلام وعلى جميع أنبياء الله ورسله. سيمتاز المسيح عليه السلام بعدة صفات تميزه عن غيره. سيكون وجيها في الدنيا وفي الآخرة، فهو ذو وجه ومنزلة عالية وذو شرف وكرامة عند الله سبحانه، في الدنيا حيث حفظه وحماه من أعدائه، وفي الآخرة حيث جعله الله سبحانه وتعالى في أعلى منازل الجنة مع سائر النبيين والمرسلين. يقال هذا وجيه إذا كان شريفا يقدره الآخرون، وقد جعله الله سبحانه وتعالى مع المقربين. فعيسى عليه السلام من عباد الله المقربين الذين قربهم الله منه وأعلى منازلهم عنده. والمقربون هم السابقون الذين يسبقون أصحاب اليمين إلى الجنة، ومنازلهم في الجنة أعلى من منازل أصحاب اليمين، والرسل سيكونون أئمة المقربين السابقين. عيسى عليه الصلاة والسلام سيكلم الناس في المهد فور ولادته، عندما يتفاجأ قوم مريم وهي تحمله، تذهب به إليهم، فتذهب بهم الظنون كل مذهب، فينطقه الله جل وعلا وهو ابن ساعات، يكلم الناس في المهد، يقدم نفسه إليهم، يبرئ أمه من كل تهمة، كما أنه سيكلمهم في حال كهولته وشيخوخته. ولعل في هذا إشارة إلى نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، عند نزوله من السماء إلى الأرض. نعم، لقد عرفت مريم عليها السلام صفات ابنها عيسى عليه السلام بهذه البشارة من قبل ولادتها له، علماً بأن ذكر هذه الأحوال والصفات والتقلبات والتغيرات على عيسى عليه السلام يؤكد على بشريته، فهو منذ أن خلقه الله مولودا صغيرا إلى كهولته يتقلب في الأحداث ويتأثر بها، ولو كان إلها أو ابنا لله تعالى
لما حصل له ذلك أبدا. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم، لقد سمعت مريم من الملائكة البشارة بأنها ستنجب المسيح عيسى عليه السلام، فماذا كانت ردة فعلها؟ لقد فوجئت واستغربت، إنها فتاة عذراء، فمن أين يأتيها ذلك الولد؟ ولقد صارحت الملائكة باستغرابها ثم تركتهم وتوجهت العذراء إلى الله تعالى وناجته ونادته ودعته. قالت ربي، أي يا ربي يا الله، أنى، أي كيف، ويدل على المفاجأة والدهشة. قالت ربي، أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. والمراد بالمس هنا المعاشرة الزوجية بالاتصال الجنسي. فمن أي وجه سيكون لي ولد؟ أمن جهة زوج أتزوجه أم يخلقه الله تعالى في من غير بعل ومن غير أن يمسني رجل ذكر؟ لقد جاء الجواب فورا ليزيل استغراب السيدة مريم، ليزيل دهشتها، حيث أمر الله تعالى الملائكة أن تقول لها كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أي كما قدر الله تعالى أن يرزقك ولدا بدون زوج ولا بعل، كذلك يخلق الله تعالى ما يشاء، يوجد ما يشاء، يفعل ما يشاء، لا يقف شيء أبدا أمام قدرة الله تعالى، لا يمنعه أي شيء من فعل ما يشاء. فإذا قضى أمرا وإذا أراد إيجاد شيء فإنه يوجده ويخلقه كما يشاء، ويقول له كن، يعني أحدث، فيلبي الأمر ويكون ويحدث في الواقع كما قضى الله تعالى وأراد. مريم هنا أمام هذا الموقف، هي مريم الفتاة الطاهرة العذراء المقيدة بمألوف البشر في الحياة، فلقد تلقت البشارة كما يمكن أن تتلقاها فتاة، فاتجهت إلى ربها تناجيه، تتوسل إليه، تتطلع إلى أن يكشف هذا الحدث الذي يحير عقل الإنسان. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هكذا جاء أهل الجواب ليردها إلى الحقيقة الجلية الواضحة البسيطة التي يغفل عنها البشر لطول ألفتهم للأسباب والمسببات، لعلمهم القليل ومألوفهم المحدود. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وحين يرد الأمر إلى هذه الحقيقة الأولية يذهب العجب وتزول الحيرة ويطمئن الفؤاد. وهكذا القرآن، هكذا القرآن يكشف الشبهات وينشئ التصور الإسلامي لهذه الحقائق الكبيرة بمثل هذا اليسر الفطري القريب، بعيدا عن تعقيدات الفلسفة المعقدة، ويقر الأمر في القلوب وفي العقول سواء. وهكذا أخذت مريم عليها السلام البشارة من الملائكة وصارت على يقين بأن الله سيهبها ولدا، وما بقي إلا تنفيذ هذه البشارة وتحقيق ما وعدها الله به. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. إنه السياق القرآني الذي يصف المرحلة الثانية من مراحل الولادة المعجزة، الولادة الدالة على قدرة الله تعالى وعظيم منه وحكمته. إنها مرحلة الانتباذ الأول، يعني الابتعاد. ها هي مريم عليها السلام تنتبذ عن أهلها، أي تبتعد، تنتبذ مكانا شرقيا. ولقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه، وذكر الله جل وعلا كلمة انتبذت من نبذ الشيء، أي أبعده عنه. فكأن أنس مريم ليس بالأهل، ولكن أنسها كان برب الأهل والناس. والله جل وعلا يقول انتبذت من أهلها، ولم يقل من الناس، فقد تركت مريم أقرب الناس إليها وأحبهم عندها، ابتعدت عنهم وذهبت إلى هذا المكان. لماذا انتبذت مريم عليه السلام؟ تذهب بعض الآراء إلى أنها انتبذت مكانا شرقيا لأمر يتعلق بشعرها أو بطهارتها، إلا أن المنطق يرفض هذه الأقوال التي لا تستند إلى نص، وذلك لأن الأمر الذي ستقبل عليه مريم في هذا الانتباذ هو أكبر من تلك المهونات التي يوصف بها هذا الموقف، والتي نصت بعض التفاسير عليها، فقالوا أنها ذهبت لتمشط شعرها أو تفليه أو تغتسل، وقيل لحيض أصابها، فكل هذه الأمور ليست من المنطق في شيء، ولن يكون بعدها لهذا الانتباذ أهمية توجب ذكره في الكتاب الحكيم من عند الله تعالى، إذ يجب علينا معرفة حقيقة مهمة، أنه ليس في القرآن الكريم ما لا يستدعي ذكره أو ما ليس له أهمية، فالانتباذ هو من صميم آية مريم وعيسى عليهما السلام. قال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية. لم تحدد الآيات السبب الذي دفع السيدة مريم للانتباذ بعيدا عن أهلها، كذلك لم تحدد الآيات المكان الذي كان يقيم فيه أهلها، ولا المكان الذي انتبذت منهم إليه، بل ولا المسافة التي بين المكانين، فقد يكون المكانان في بيت المقدس، وقد يكونان في غيره، وقد يكون ذهابها إلى المسجد الأقصى أو إلى مكان قريب منه، وهذا مما لا نخوض فيه ولا إمكانية لمعرفته الجازمة. وكذلك فإن قول الله جل وعلا عن مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا يدل على أن السيدة مريم كانت تحب أن تخلو إلى نفسها وأن تنفرد عن أهلها والناس الآخرين لتقبل على عبادة الله وذكره ومناجاته، وهذا هو دأب العابدين الصالحين، وهو طريقة الزاهدين المنقطعين لعبادة الله. لقد تركت مريم أهلها وانتبذت مكانا شرقيا، ولكن لماذا شرقية؟ قيل أنها ذهبت إلى شرق البيت المقدس. أقول إن السياق القرآني يقدم لنا القصة والصورة آية في الإعجاز والدلالة والتمام والبلاغة، لذلك نجد كل ملامح الصورة المرادة تتكامل في الآية بإشارة في سياق أو لفظ أو غير ذلك. وفي قصة مريم ذكر الله عز وجل مكانا شرقيا،
ولم يذكر مثلا شماليا أو جنوبيا، لأن المقصود إظهاره هو الاتجاه المتعلق بالشمس، فقال شرقية للدلالة على طلب مريم للشمس. وهكذا يتبدى لنا أن القصة تدور في أيام باردة يتلمس فيها الإنسان الشمس، والآيات إذ تشير إلى ذلك فإنها تقدم لنا النص كاملا تاما، لأنه من العليم سبحانه وتعالى، وتحديده مهم لبيان الفكرة. لقد حصلت عدة أمور في الانتباه الأول لمريم، من اتخاذ الحجاب وأرسال روح القدس وتمثل الملك بشرا والاستعاذة من وهبة الغلام الزكي والتهوين هو علي هين، وجعل الآية وجعل الرحمة وقضاء أمر عيسى. ومن أهم مشاهد هذا الانتباذ لقاء مريم بروح القدس، فما الحوار الذي دار بينهما؟ حباها ربها قلبا نقيا وذكرا في ذرى التقوى عليا، حباها ربها قلبا نقيا وذكرا في ذرى التقوى عليا، ونالت مريم الأفضال لما حباها الله مولودا زكيا، حمام القدس مشتاق لصوتها.